تارة ينظر عطاء نحو السماء، وتارة أخرى نحو أطفاله. يقطن عطاء في بلدة تقاد الواقعة على خطوط التماس مع قوات الأسد، ولا يقطع سكون البلدة التي يصفها سكانها بالنائية والمنسية إلا أصوات القذائف الصاروخية وهدير المسيرات. يحاول عطاء مع باقي عائلات البلدة التأقلم مع هذه الظروف هربا من شبح النزوح من جديد. أيوه، أنا أهل الضيعة، أهل ضيعتنا شعب مستوي للآخر، لا في منظمات تدعم وفرص عمل قليلة، وشعب ساكن أعصابه على خط الجبهات، على خط الجبهة، هون ضيعتنا على خط الجبهات، جيش يعني خط نظر ما بيبعد عن ضيعتنا 2 كيلومتر، ما حدا بيدعم هالضيعة طاول أبدا. مواقع وأحياء مكشوفة على نيران قوات الأسد وتهديدات أمنية مستمرة، لكن ليست وحدها ما يصعب مهمة الاستقرار أمام العائلات في البلدة. فتدهور الخدمات الصحية بعد إغلاق المركز الصحي الوحيد يعمق الأزمة الإنسانية فيها، وخاصة في ظل تفشي الإصابات باللاشمانيا لأسباب يردها السكان إلى مكب القمامة في مدخل البلدة. عدد السكان تقريبا 15,000 نسمة، 1350 عائدة، 200 عائدة نازحين، عندنا 3 جوامع مليانين، عندنا 4 مدارس ملقى بالطلاب. الحمد لله عدد السكان الخلق الحمد لله الموجودة في الضيعة كثير، ولكن الخدمات يا حصتي ما هي موجودة. تشهد البلدة وفقا للأهالي تهميشا من المنظمات الإغاثية بحجة قربها من خطوط التماس مع قوات الأسد، وهو ما يحرم سكانها من المشاريع التنموية والخدمية على حد سواء، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسب البطالة والفقر بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية، بينما تكتفي السلطات المحلية بتقديم الوعود للأهالي. يناشد السكان هنا السلطات المحلية ومنظمات العمل الإنساني بالتدخل الطارئ لدعم صمود العائلات في البلدة بمشاريع سبل العيش أو غيرها التي تدعم البنى التحتية، فما لم تفعله الطائرات المسيرة والقذائف قد يفعله الفقر والبطالة وغياب الخدمات الأساسية بحسب قولهم. عز الدين زكور، حلب اليوم، بلدة تقاد، ريف حلب الغربي.